عشاق قارئة الكتب الإلكترونية، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه القارئة بدأت بطاريتها تفرغ بسرعة، لهذا اشتريت بطارية جديدة لكي أغيرها. كان بإمكاني، أو كنت في البداية أردت أن أضع هذه البطارية، أو هذه أضع 3 بطاريات و4 على التوازي، أو على التوازي. لكن المشكل مع هذه البطاريات أنها سميكة. إذا وضعت هذه وهذه فإن غطاء الطابلت لن يعود مكانه. وسأستغل هذه الفرصة، أستغل فرصة تغيير البطارية لكي أحل مشكلين في هذه الطابلت. أول مشكل هو مشكل الأزرار. عند الضغط لا يستجيب بسرعة. أحيانا يجب أن أضغط بقوة، أو أضغط مرتين كي يستجيب، أو إذا ضغطت إلى الأسفل الاستجابة تكون للأعلى. المشكل الثاني هو فقدان الذاكرة، ليس الذاكرة كليا ولكن ذاكرة عدد الصفحات. مثلا الطابلت تحتوي على 30 أو 300 كتاب، إذا وضعتها بعنف هكذا فإنها تطلب مني إدخال الكارت سيم، رغم أنني لا أستعمل الكارت سيم. وهذا الرقم 43 يصبح في بعض الأحيان 20 أو 10، تفقد تماما أنها تحتوي على 300 كتاب. والآن على بركة الله سوف أفتحها. لا تحتوي على مسامير بل تفتح فقط باليد. ها هي البطارية الأصلية أكبر. كنت في وقت سابق قمت بقياس سعة هذه البطارية. في القياس الأول وجدت 964 ملي أمبير، وفي القياس الثاني أصبح 855 ملي أمبير. بالنسبة لهذه البطارية تقول بأن سعتها 4000 ملي أمبير، وهذا غير صحيح لأنني قمت بقياسها. القياس الأول أعطاني 1694، القياس الثاني 1728، وقياس الثالث 1755. عندما تكون البطارية جديدة وتقوم بقياسها فإن السعات تزداد كلما قمت بعملية الروسيكلين. أما إذا كانت البطارية على وشك الموت كلما قمت بقياسها والسعة تنزل. سوف أزيل البطارية. وها هي اللوحة خارج الصندوق. المشكل الذي عندي هو في الأزرار. هذه الأزرار يبدو أنها محاطة جيدا ببلاستيك، ولا يمكنني أن أعمل شيئا
يصعب علي أن أزيلها وأعيدها إلى مكانها. المهم سوف أزيل البطارية. توجد هنا نقطة صغيرة تشبه اللحام، لا أعرف هل ترونها أم لا. النقطة هنا، سأحاول إزالتها. قد اختفت. بالمناسبة هذه الطابلت هي مستعملة وليست جديدة، قدمت لي كهدية. بالنسبة لهذه الأزرار سأتركها كما هي، لن أغيرها لأنها سوف تكلفني مجهودا كثيرا. عندما سأحصل على أزرار أخرى بكمية كافية سوف يمكنني تبديل هذه المجموعة كلها دفعة واحدة.
عملية تغيير البطارية تمت بنجاح. سوف أقوم بتشغيلها لمدة يوم أو يومين حتى أرى إذا كان هناك تحسن، ثم أكمل الفيديو. بعد مرور 4 أيام من الاستعمال، استعملت هذا الكرونومتر لقياس مدة اشتغال البطارية، والنتيجة كانت 10 ساعات ونصف. إضاءة الشاشة هي التي تستهلك البطارية. عند الإضاءة القصوى فإن استهلاك البطارية هو 222 ملي أمبير، أما عند الإضاءة الدنيا فإن الاستهلاك يكون 160 ملي أمبير. يمكن التحقق من هذه القيمة بإجراء عملية حسابية بسيطة. أخذ قيمة أو سعة البطارية الجديدة 1755 وأقسمه على قيمة الاستهلاك عند الإضاءة الدنيا 160 ملي أمبير، والنتيجة هي 10 ساعات و58 دقيقة. هناك فرق نصف ساعة، ولكن ليس فرق كبير. بالنسبة للمشكل الغريب الذي كان يطلب مني إدخال الكارت ميموري، فلم يعد يتكرر. لست متأكدا من الكلام الذي سأقول، لكن أظن أن حبة اللحام التي كانت عالقة بين أرجل الآي سي هي التي كانت السبب في هذا المشكل. أما بالنسبة للبطارية القديمة فهي لازالت جيدة، وهي تقريبا سعتها مثل سعة هذه. سأستعملها في المشاريع التي تستهلك تيارا أقل. هذا كل شيء. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر.